والمؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ينعقد تحت شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين، وهذا الشعار يلخص انشغالات سواء انشغالات المهنيين ولا انشغالات المجتمع بالمهنة، لأنه المهنة أصبحت معرضة لكثير من الأخطار، انفلاتات، ولوج ما لا يستحق الولوج إلى هذه المهنة، وبالتالي كيف السبيل إلى تحسين هذه المهنة بما يحفظ حرية الصحافة والنشر والتعبير. والمكون الثاني للشعار هو حماية المهنيين، لأنه نلاحظ الحماية لم تعد تقتصر على المفهوم الوقائي والأمني، بل الحماية تهم أيضا شروط العمل والأوضاع المادية والمهنية للصحفيين. لا يمكن التعويل على صحفي جائع، لا على صحفي يعني يعيش حياة لا تليق بمقام المهنة التي يمارسها، بالتالي لا بد من ضمان شروط عيش وشروط ممارسة مهنية لائقة لكي يتمكن الصحفي من القيام بدوره. إذن هذا الشعار في تقديرنا يلخص انشغالات المهنيين وانشغالات المجتمع. وعلى مستوى الثاني، المؤتمر يشارك فيه 420 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون جميع جهات المملكة المغربية، من الداخلة إلى طنجة إلى وجدة إلى فاس إلى مكناس إلى الحسيمة إلى أسفي إلى مراكش إلى أكادير إلى طنجة إلى تطوان إلى القنيطرة إلى الدار البيضاء طبعا والرباط. وقع اشتغال، وأيضا هذه المؤتمرين يمثلون جميع القطاعات بدون استثناء، شركة وطنية لإذاعة والتلفزة، القناة الثانية، ميدي أن تي في، الصحافة الإلكترونية، الصحافة المكتوبة، وكالة المغرب العربي للأنباء، لفريلانس، الشرفيين المتقاعدين، بالتالي جميع الفئات بدون استثناء، جميع القطاعات تشارك في هذا المؤتمر. تم تحضير مشاريع وثائق في غاية الأهمية، تهم استشراف المستقبل، تهم تأثير الذكاء الاصطناعي على 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 على, على الإعلام، تهم رصد واقعي ومدروس على أساس استمارة واستبيان لفضاء إلى دراسة حول واقع حال القطاعات الإعلامية وأوضاع الصحفيين والصحفيات في المشهد الإعلامي الوطني. إذن ثلاث أيام من الجهد ستتوج مسار لجنة تحضيرية اللي استغرق أكثر من 6 أشهر، وأنا على يقين أنه سيكون مؤتمر ناجحا، وأنا على يقين أن القيادة المقبلة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ستواصل حمل المشعل كما وصلنا نحن حمله وتسلمناه من الأجيال السابقة، هذه المرة نسلمه إلى جيل آخر، ونحن سنظل فاعلين وأساسيين ومنخرطين رئيسيين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. طبعا هذه قضية تحظى بأهمية استثنائية بالنسبة لدينا. هذا الصباح قمت بالتباحث مع رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين التي ستحضر معنا في المؤتمر، ومع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي يحضر معنا هذا المؤتمر أيضا، وتدارسنا آخر التطورات الحاصلة في غزة بالنسبة للصحفيين. وهذه المناسبة نعبر عن استغرابنا الشديد لما صرحت به منظمة مراسلين بلا حدود حينما ادعت أن عدد الشهداء من الصحفيين هو 13. هذا غير صحيح تماما، هذا افتراء وهذا كذب. عدد الشهداء هو 65 شهداء، وعلى مراسلين بلا حدود أن تصحح معلوماتها. هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة جدا، ولن ندخر جهدا في مناصرة زملائنا وأشقائنا في غزة الصامدة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.